السلام عليكم. تم مؤخرا بولاية بومرداس بميناء زموري الانتهاء من أشغال الباخرة الثالثة يعني اللي سكون أبل لي طونيي، وهذه البواخر مخصصة لصيد سمك الطونة بأعالي البحار، وهذه تعتبر يعني إنتاج جميل، حيث أن هذه الباخرة الثالثة التي تم إنتاجها هذه السنة، واللي يبلغ الطول ديالها 37 متر، يعني من حجم الكبير، وهذه تعتبر مفخرة لصناعة البواخر في الجزائر بعد ما تم في ميناء بو هارون بولاية تيبازا صناعة بواخر فولاذية لحساب شركة سوناتراك. إذا نكتفي بهذا القدر ونخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.